يعني انت عايز ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ بص يا سكر، انا ما دخلت بيتكو اكتر حاجه شدتني تمسككم بالاصول. محدش فينا يكره الاصول. هو في حد قلب اصله معاك في البيت ده؟ نادي قلت باصلها معايا. ليه كده يا باشمهندس؟ انت بتشتمنا كده؟ معلش يا طنط ازهر، خديني على قد عقلي لحد ما اخلص كلامي. طب قول اللي انت عايز تقوله من غير مقدمات. حماده. ماله حماده؟ من ساعه ما شفته في حياتنا وانا مش مرتاح له. في الاول يجيب لها خاتم اغلى من الشبكه اللي انا جايبها، وتقولي اصله مبسوط بيا وفرحان بيا وده زي اخويا ومن العيله. اكبر دماغي واطنش. بصته ليها في الخروجات بتاعتنا تقولي ده حماده. انتهبل. اكبر دماغي. يشتري فيلا معرفش بكام مليون ويديها فلوس عشان هي اللي تشطبها، مع انه لو كان راح لاي شركه ديكور كان هيدفع نص الثمن. انا بصراحه مش مصدقه ان انت عامل الحوار ده كله عشان حماده. احنا زي ما قلنا لك قبل كده، حماده ده واحد من العيله، يعني بندلعه كده بنقول له يا بكابوزه بنلعب بيه، ما يضايقكش في حاجه خالص. طب والشركه اللي ما بينهم؟ شركه ايه؟ شركه ايه؟ طبعا انت ما قلتلهمش. ناديه وحماده عاملين شركه ديكور بقالهم شهرين وانا ما اعرفش. ولولا ان هم دخلوا مناقصه في نفس الوقت اللي الشركه اللي انا شغال فيها دخلت نفس المناقصه، ما كنتش هبقى لسه عارف. طب وايه الغلط؟ ده شغل، ايه الغلط فيه؟ طب وما دام هو شغل بيتعمل في السر ليه؟ عشان ما كنتش هتوافق. وبعدين انا مش فاهمه، هو انت مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ ما تدخلش الشغل في حياتنا اصلا. انا ولا مكبر ولا مصغر، انا جاي احل الموضوع مش جاي اعقده. ما تزعقش بس. معلش يا باشمهندس، انت ايه اللي يرضيك دلوقتي؟ تفض الشراكه اللي بينها وبين حماده. نعم ده حقي. حقك منين؟ دي فرصه حياتي وعمري في حياتي ما هسيبها اصلا. بعدين بدل ما انت جاي تجعر كده على الصبح، افتح لك شركه ونشارك بعض. ده اخر كلام يا ناديه؟ اخر كلام عندي. انت ازهار سكر، انا مش هقدر اساعد بنتك. يا ابني مش كده، الامور دي بتتحل بالراحه. عيني وصابتك والله العظيم، صدقني عيني وصابتك. صدقيني ده الحل اللي مسك، ولا انا هتغير ولا هي هتتغير. بالظبط، انا مش هتغير. اعمل بقى اللي انت عايزه احسن. بيت ما تاخدش بكلامها خالص، دي بنت صغيره وطايشه مش فاهمه مصلحتها فين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.